رجل يعمل في محل بيع لوازم نسائية، ما حكم نظر هذا البائع إلى يدي المرأة حال نظرها في السلعة خوفا من أن تسرق شيئا، وما حكم التحدث معها إذا أرادت الشراء؟ قضية النساء والكلام معهن والنظر فتن عظيمة، على المسلم أن يتقي الله عز وجل. قال الله جل وعلا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. فلا ينظر إلى كفيها، لأنه إذا نظر إلى كفيها يفتتن بها. والسرقة ما هي بسارقة وهو عندها، ما تسرق شيء وهو عندها، لأنه عند سلعه عنده، وله أن يترصد لحركاتها بدون أنه ينظر إلى كفيها، لأن هذا مدعاة للفتنة بها. وأما الكلام يكلمها بقدر الحاجة، بقدر التفاهم على السلعة وعلى قيمتها لا بأس به. أما الممازحة وأما الضحك وأما هذا لا يجوز، إن هذا يجر إلى الفتنة. نعم.